أقامت مؤسسة شهرزاد الثقافية بالتعاون مع المصممة أروى اليعبوري احتفائية وعروض أزياء من جميع المحافظات اليمنية، وشكلت معرضا تشكيليا بارزا. بكل حب ارتدت الفتاة اليمنية زيها الشعبي لترسم حدود السلام والأمن بعيدا عن أجواء الحرب والدمار. فتيات اليمن في عرض للأزياء الشعبية يظهرن حبهن للتراث الشعبي والحضاري المتميز والفريد من نوعه في احتفائية أقامتها مؤسسة شهرزاد الثقافية بالعاصمة صنعاء. نحن نؤمن كمؤسسة ثقافية بأن الثقافة قادرة على لملمة وإصلاح ما أفسدته السياسة. المجتمع اليمني اليوم يتعرض لأكبر هجمة على مستوى الهوية وعلى مستوى ثقافته وعلى مستوى تراثي. النسيج الاجتماعي اليوم بات مخترئا، بات متجزئا، فبالثقافة يمكن أن نصلح ما أفسدته السياسة مرة أخرى. تراث اليمن يوحدنا شعار للفعالية الثقافية التي هدفت إلى تعريف العالم بالتراث اليمني، ورسالة أخرى تحملها هؤلاء النساء أن اليمن أرض سلام. أنا أحد المشاركات في إظهار التراث الحضاري، ألبس الزي الشعبي رغم العدوان والحصار، إلا أن التراث قابع في قلوب كل يمني، فنحن أصل الحضارات ومنبع وجودها. المرأة اليمنية ستظل الحاضن الأول للتراث الثقافي والقادرة على تحييد القيم السلبية وبث القيم الإيجابية المتعلقة بالمواطنة المتساوية، ولملمة النسيج الاجتماعي الذي أصيب بالاهتراء جراء الصراع السياسي الذي يمر بالوطن. لأن هذا الشيء يخص بلادي، وأن أنا من حقي أن أنا أشارك حاجة تخص بلادي، ولي الفخر أن أنا ألبس يمني وألبس صنعاني وألبس تراث يمني. فأنحاء العالم يتمنوا يلبسوا هذا اللبس. الهدف من إقامة الحفل لنعرض الأزياء الشعبية اليمنية لجميع المحافظات، لنعرف العالم بتاريخنا وتراثنا وأزيائنا، وأيضا نعرض المأكولات الشعبية والاكسسوارات الشعبية اليمنية. احتفائية تراثية بامتياز خلقت جوا مختلفا لدى السيدة اليمنية، وتعرفت على الملابس التراثية لعدد من المحافظات والمدن اليمنية مثل تعز وصعدة وحضرموت والمهرة وصنعاء والحديدة ومأرب والجوف.